مرحبا، انا شوقي ابو لطيف رئيس مجلس الرامي. انا بحب اوجه المواطنين الاحباء من الرامي طبعا ومن كل الوسط العربي حسب انا معرفتي وحسب تجربتي، لاني انا قريب من التعليمات وقريب من الوزارات وانا كل التعليمات توصل لإلي. لذلك عندي صار معرفي خلال الثلاث اشهر اللي سبقت في من يوم ما بلش المرض لحتى الآن. أنا بنصح الجميع أنه ينصاعوا ويستمعوا دائما للأخبار، خصوصا الأخبار اللي بتقدم التعليمات من وزارة الصحة. ماذا يعني؟ يعني أنه اليوم التعليمات عم تتوجه أنه غسلوا ايديكم يا اخوان، كل ما دقمتوا في شغلي، كل ما استعملتوا مثلا اذا فتوا على المرحاض او من بعد الاكل، او وكمان خلي البعد بين واحد للاخر على الاقل مترين. هاي الشغله ما اخترعوها هيك على الفاضي، وانما لاجل انه الانسان اذا تكلم او اذا عطس او اذا قح، اللي هي البعد الجغرافي، البعد هو مترين، لغايه مترين. لذلك الانصياع للقوانين هو راس الدين بالنسبة لهذا. يعني الإنسان إذا بتصرف في شكل عشوائي ممكن إنه يضر نفسه. لذلك أنا جدا جدا بآمن إنه الانصياع للتحذيرات وأخذ الحيطة والحذر هو أهم طريق وسبيل لصحتنا ولسلامتنا.